بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم على قناتكم اعرف وتعلم. النهاردة يا أولاد هنحل مع بعض أسئلة لاحظ وتعلم من الكتاب المدرسي، وده يا أولاد من صفحة 66 لصفحة 69. وقبل ما نبدأ حل التدريبات والأنشطة، أرجو من كل الطلاب الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم الشير واللايك للفيديو. وأول نشاط معنا يا أولاد بيقول اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. كيف يمكنني أن أحب وطني؟ سؤال يتردد على الأذهان، فهل تكفي كلمة أو أنشودة للتعبير عن حب الوطن؟ هذا السؤال محور من محاور حياة المواطن، ويسأله كل فرد لنفسه دون أن يشعر بأنه يحب وطنه. فالفلاح حين يقوم بزراعة أرضه فهو بذلك يحب وطنه ويسهم في توفير الأكل لأبناء وطنه، والمهندس إذا قام ببناء المباني بإتقان فهو يبني الوطن ويهيئ لنا المسكن، وغير ذلك من الأمثلة كثيرة. ألف، ذكرت في الفقرة مهنتان هما، طبعا يا أولاد المهنتين اللي اتذكروا في الفقرة الفلاح والمهندس. باء، ضع عنوانا للفقرة. فممكن نقول كيف أحب وطني. جيم، معنى كلمة يهيئ من السياق هو يأكل، يعد، يهدم. معنى كلمة يهيئ يا أولاد يعد، يعني بيجهز. دال، استخرج من الفقرة مضاد أكره، عكس أكره أحب، مضاد يهدم، عكس يهدم يبني. جمع ابن أبناء. ها، ما رأيك في هذه الفقرة ولماذا؟ فهقول هي فقرة رائعة. ولماذا؟ هنقول له لأنها تبين أننا جميعا نحب وطننا دون أن نشعر، مثل الفلاح والمهندس الذي يقوم بعمله ويخدم وطنه. واو، أضف مثالين لحب الوطن. واحد، المعلم عندما يعلم التلاميذ فهو يبني العقول والأنفس. اثنين، الطبيب عندما يعالج المرضى فهو يخدم وطنه ويرد إليه الجميل. نشاط 2، عبر عن كل صورة مستخدما الكلمات الآتية. أول كلمة يا أولاد معانا لهفة، وفي صورة بنت قدامنا بتفتح الهدية وعايزة تشوف إيه اللي جواها، ولهفة زي ما خدنا قبل كده معناها شوق، فهنقول تفتح البنت الهدية في لهفة يعني في شوق. باء، مفعم بالخطر. مفعم بالخطر يا أولاد يعني ممتلئ بالخطر، والصورة اللي قدامنا في بيت هون والنار شابكة فيه، فهنقول يا أولاد لا تقترب من البيت فإنه مفعم بالخطر. جيم، عندنا صورة صديقتين بيجمعوا لعبة وبيتعاونوا في تجميع اللعبة، فيتكاتف يا أولاد يعني يتعاون، فهنخليها تتكاتف، فهنقول تتكاتف الصديقتان في تجميع اللعبة. نشاط 3، لكل طفل حقوق وواجبات، اذكر حقا وواجبا مهما بالنسبة إليك. فحق يا أولاد هقول حقي في التعليم المجاني، وواجبي الجد والاجتهاد والتفوق في دراستي لخدمة وطني عندما أكبر. نشاط 4، ضع ضمائر المخاطب بدلا من الغائب في الجمل الآتية. فعندنا هنا ضمائر الغائب اللي هي هو، هي، هما، هم، هن، فنحط مكانها أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. فألف بيقول هو ملتحق بالجامعة، فشيل هو وحط أنت، قول أنت ملتحق بالجامعة. باء، هما باحثان في التاريخ، شيل هما وحط أنتما باحثان في التاريخ. هن زائرات للمرضى، حط مكان هن أنتن، فأقول أنتن زائرات للمرضى. دال، هم عباقرة في البناء، أشيلهم وحط أنتم، فأقول أنتم عباقرة في البناء. نشاط 5، أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. ألف، نقط تاجر الصدوق، وعايز ضمير غائب، قلنا ضمائر الغائب هو، هي، هما، هم، هن، فأقول هو تاجر صدوق. باء، البناء نقط، وعايز خبر مناسب مع الضبط،
يعني هشكله، سأقول البناء مرتفع وأضبط وأقول مرتفع. جيم نقط مزارعون وعايز ضمير مخاطب، والمخاطب يا أولاد أنت أنت أنتما أنتم أنتن، طبعا هنا جمع مذكر سالم هقول أنتم مزارعون. دال نقط مستخرجة للمعادن وعايز ضمير غائب، هو هي هما هم هن، فقول هما مستخرجان للمعادن لأنهم مثنى. نشاط 6 اختر مما بين القوسين. ألف أنتما مسافران بالقطار، أنتما هنا ضمير غائب ضمير مخاطب ضمير متكلم اسم إشارة، أنتما يا أولاد طبعا هنا ضمير مخاطب. باء هذان مخلصان لوطنهما، هذان هل هي ضمير غائب ضمير مخاطب ضمير متكلم اسم إشارة، هذان هنا اسم إشارة. جيم هن مشتركات في الخير، فهن هنا يا أولاد ضمير غائب ضمير مخاطب ضمير متكلم اسم إشارة، هن ضمير غائب. دال نحن بناة الأهرام، نحن ضمير غائب ضمير مخاطب ضمير متكلم اسم إشارة، أنا ونحن طبعا من ضمائر المتكلم، سنحن ضمير متكلم. نشاط 7 استخرج المبتدأ والخبر مع الضبط، يبقى أنا هطلع المبتدأ وأطلع الخبر أضبطهم، يعني هشكل آخر حرف لكل كلمة. فعندنا ألف التطور سريع، المبتدأ التطور الخبر سريع، فأقول التطور سريع. باء الرسم فن، المبتدأ الرسم والخبر فن. ماجي أضبط فأقول الرسم فن. جيم الصدق من جاء، المبتدأ الصدق الخبر من جاء. مشاكل هقول الصدق من جاء. دال المبنى كبير، المبتدأ المبنى والخبر كبير. لما أجي أضبط هقول المبنى كبير. بعد كده أولاد بننتقل لصفحة 68 المشروع إرشادات السلامة والأمان في الطريق. نشاط 1 بيقول يبحث عن إرشادات السلامة والأمان لما يلي كما في المثال. أول حاجة عندنا صورة سيارة وفيها أطفال ومعاهم الحقائب. فمن إرشادات السلامة والأمان يا أولاد أول حاجة جلوس الأطفال في المقعد الخلفي. طب إيه كمان يا أولاد؟ هقول له مثلا وضع الحقائب في حقيبة السيارة. إيه كمان؟ عدم فتح الأبواب أثناء سير السيارة. الصورة التانية معانا يا أولاد عندنا راجل ومع أطفال وبيعبروا الطريق، فهننصحهم بإيه؟ هنقول يا أولاد السير في الأماكن المخصصة للمشاة، الإمساك بالأطفال عند عبور الطريق، عبور الطريق عندما تظهر الإشارة الخضراء. والصورة التالتة معنا يا أولاد عندنا باص وعندنا تلميذ والمشرفة، فطبعا من النصائح للسلامة والأمان هقول إيه؟ الوقوف على الرصيف. إيه كمان؟ الانتظار حتى يقف الباص. كمان الاستماع لتعليمات المشرفة. نشاط 2 ابحث عن معنى العلامات الآتية واكتب. الصورة الأولانية يا أولاد معناها عبور المشاة، الصورة الثانية منطقة مدارس هدئ السرعة، الصورة الثالثة عندنا الإشارة حمراء فطبعا ممنوع العبور، الصورة الرابعة دي طبعا منطقة عمل، الصورة الخامسة الإشارة خضراء فهنا طبعا عبور المشاة. بعد كده معنا نشاط 3 ابحث عن الأسباب المقنعة للقواعد الآتية. ألف ارتداء حزام الأمان، هنقول له لسلامة الجسم والرأس من الاصطدام بالزجاج أثناء الحوادث. باء ارتداء خوذة في أثناء ركوب الدراجة، ليه بلبس الخوذة وأنا راكب الدراجة؟ فهنقول له لسلامة الرأس عند السقوط على الأرض. جيم معرفة العلامات المرورية، فهنقول له تجنب الخطر والضرر والعبور وقت الأمان. 3 اتباع إشارة المشاة المرورية، هنقول عبور الطريق في أمان وعدم التعرض للحوادث. ها النظر يمينا ويسارا قبل عبور الطريق،
سهنقول له منعا للتعرض للحوادث والسيارة في أمان. آخر صفحة معنا التخطيط للمشروع. نشاط 4، خطط واكتب الفكر. المطلوب من أفراد كل مجموعة أن يختاروا وسيلة، سواء كانت لوحة إرشادية أو مطوية أو مجلد حائط أو مجسم، مروريا للتوعية بقواعد السلامة والأمان والإرشادات المرورية المهمة. فأنا أول حاجة معايا ألف، بيقول الوسيلة التي تم اختيارها. سهنقول له مثلا لوحة إرشادية. باء، الأدوات المطلوبة. هستخدم إيه يا أولاد؟ هقول له أوراق وألوان وأقلام للكتابة. بعد كده بيقول جيم، توزيع المهام بين أفراد المجموعة. هقول له التعاون بين أفراد كل مجموعة. ده تنظيم الفكر. فهنا هبدأ أتكلم عن الفكر اللي أنا هتكلم عنها، اللي هي الفكرة الرئيسية. فهقول له أول حاجة نصائح للقائد، بعد كده نصائح للمشاة، بعد كده نصائح للأطفال. فعندنا الفكرة الرئيسية والفكرة الفرعية. الفكرة الرئيسية الأولى اللي طبعا زي ما احنا قلنا نصائح للقائد. فهقول له مثلا ارتداء حزام الأمان، ايه كمان؟ ارتداء خوذة على الرأس. الفكرة الرئيسية الثانية اللي هي طبعا نصائح للمشاة. فهقول ايه يا أولاد؟ النظر قبل عبور الطريق، ايه كمان؟ السير في الأماكن المحددة للمشاة. الفكرة الرئيسية الثالثة، فعندنا طبعا نصائح للأطفال. فهقول التعرف على علامات المرور، ايه كمان؟ السير مع الكبار. بكده يا أولاد نكون انتهينا من إجابة أنشطة الكتاب المدرسي من صفحة 66 لصفحة 69. أرجو أن كل الطلاب يكونوا استفادوا معنا النهاردة. انتظروني على قناتي أعرف وتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.